الرئيس جمال عبد الناصر مصنع الطائرات العربية النفاثة الذي يقع في ضواحي القاهرة، واستقبل سيادته عند وصوله الفريق محمد صدقي محمود قائد السلاح الجوي وكبار الضباط. وقد رافق الرئيس في هذه الزيارة السيد المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة ونواب رئيس الجمهورية. وأمضى الرئيس في هذه الزيارة مدة ساعتين، شاهد خلالها على الطبيعة صورة حية لمراحل تصنيع طائراتنا العربية النفاثة. وكان الرئيس يتحدث إلى العمال المصريين الذين يعملون في المصنع داخل الأقسام المختلفة، كما كان سيادته يناقش العلماء والمهندسين العرب الذين يتولون وضع تصميم هيكل الطائرة ومحركها. وقد أعجب الرئيس بهذه اللحظة العربية المباركة والوثبة الجبارة في تاريخ ثورتنا المجيدة.